ما هو موقفنا تجاه قضية التفاضل؟ هذه الآية الكريمة تجيب على هذا السؤال. وحقيقة هذا المقطع من الآية إذا واحد يراعي يمكن أن يكون مفتاح من مفاتيح سعادة الإنسان في الحياة، وإذا ما يراعي باب من أبواب شقاء الإنسان في هذه الحياة. الله تعالى في هذه الآية يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يتمنى واحد ليعيش الآخرين. أكو بعض الأفراد دائما يعيشون الآخرين. هذا الإنسان اللي يعيش الآخرين هذا دائما في حالة شقاء، في حالة عنت، في حالة اكتئاب. أما إذا الإنسان عاش ذاته، أنا ما علي بالآخرين، أنا أفرض أني وحدي في هذه الدنيا. واحد إذا كان يعيش في جزيرة منعزلة شلون كان يعيش ذاته؟ الإنسان إذا نظر إلى الحياة من خلال الآخرين يدمر حياته. فهذا مو فقط في التعليم، فد شيء مكروه أو مستحب أو كذا، لا، هذا مفتاح من مفاتيح سعادة الإنسان. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.